مساء الخير يا شباب، أتمنى تكونوا جميعا بخير. معكم مينا صفوت، طبيب امتياز مستشفى جامعة المنوفية. إن شاء الله في الفيديو دوت هنكمل شرح باقي الأسكي. إحنا خلصنا شوية في البطنة وخلصت الأسرة، ففي حد عنده مشاكل في الأسرة نتابعها على الجروب مع بعض. يعني في ريكورد هبعتهولكوا النهاردة بخصوص الموضوعين اللي مضايقينكوا، اللي هو شورتنس أوف بريس والموضوع بتاع الشيست بين. يعني هبعت ريكورد باستفاضة شوية يسهل لكم الدنيا أكتر. يعني إن شاء الله في الجراحة هي عبارة عن 3 أجزاء رئيسية: سويلينج وألسر ولينف نود. لينف نود كنت نزلت لكم فويس نوت عليها وفيديو، بصوا عليه ما فيهوش حاجة. اللينف نود يعني هو الكومنت بتاعها هنظبطه مع فيديوهات الجراحة، يعني مع فيديوهات بتاع سويلينج، لأن اللينف نود ما هي إلا سويلينج، يعني مفيش أي فرق بينهم. نبدأ ونخش في الموضوع. احنا اخدنا وانت اخدت في الجراحة ان الاكزامينيشن بيبقى عبارة عن 4 أجزاء رئيسية: انسبكشن، انسبكشن، بالبيشن، بيركشن، اسكالتيشن. انسبكشن يعني انت تبص بعينك، ما تمدش ايدك، انت تبص بعينك بس تفحص الموجود قدامك. بالبيشن، بالبيشن ايدك بس اللي شغالة، تقعد فعص في السويلنج، فعص في الابدومين، تعمل حركة معينة بتكنيك معين بحيث تجيب افاميليار مع سويلنج اللي قدامك، تعرف هو عبارة عن ايه، الكونسيستنس بتاعه، ايدج عامل ازاي، تفاصيله. بركشن مفيش بركشن عليكم السنة دي فمش هتكلم فيه، وكذلك الاسكولتيشن. هتقول لي الاسكولتيشن بنسمع بيه في ايه في الجراحة؟ هقول لك بنسمع بيه انتستاينال ساوند، يعني بوست اوبراتيف، عايز تعرف المريض بطنه اشتغلت ولا لا بالسماعة بتاعتك، تسمع انتستاينال ساوند. البركشن سيبك منه. احنا اللي علينا بقى دلوقتي ايه، والمهم واللي يفرق معانا انسبكشن وبالبيشن. انسبكشن خش اللجنه تلاقي السؤال بيقول لك انسبكت النك مثلا، او انسبكت السويلنج اللي قدامك. ساعه ما تخش على اللجنه والدكتور يقول لك انسبكت، مد ايدك على طول تاخد 0. ركز في السؤال، قال لك انسبكت، عينك بس بتشغل، تبص عليه ازاي من بعيد، ايدك ما تلمس المريض. اللي بيحصل مع التوتر، سؤال بيقول لك انسبكت تخش البلبيت، سؤال يقول لك بلبيت تخش انسبكت، فما تتوترش، واحدة واحدة. هو الدكتور بيبقى كويس يقول لك اقرأ السؤال تاني فتاخد بالك منه، يعني ممكن يكون حظك الدكتور مش فايق، انت ضيعت السؤال منك. فانت اهم حاجة تركز في السؤال، انسبكت تبص بعينك ما تلمس. لو تقيت بلبيت ايدك على السويلنج على طول، ما تفكرش. يعني الدكتور يقول لك، اللجنه تقول لك بالبيت، حط ايدك على السويلنج. هتقول كومنت ايه، مش مهم. هات سويلنج ده الديفرنشال دايجنوزس بتاعه ايه، طب الدكتور ممكن يسالني في ايه، ما علينا. تمسك السويلنج بايدك. الكوميك ده كنت جايبه من جروب دفعه 39 بعد امتحان الجي اي تي، كان جامد بقى. المهم يعني احنا عرفنا ايه انسبكت، السؤال انسبكت، انسبكت اي حاجه انت مش عارف هتعمل ايه، اقعد برق كده على السويلنج وخلاص. انت والسويلنج قاعدين مع بعض، بصوا على بعض مستنيين حد يجي يحل لكم السؤال. لقيت بلبيت، حط ايدك، بغض النظر انت هتعمل بلبيشن لايه، ولا يعني انت مش عارف يعني ايه اصلا بلبيشن، او المفروض تكومنت بايه، مد ايدك على طول. وبعد كده فكر واحده واحده، انت تاخد وقتك في انسبكشن كده لما تجمع في دماغك الايتمز بتاعت الكومنت. مثلا هما 8 حاجات في الانسبكشن متعلق عليها. البالبيشن خش لهم 8 9 حاجات كمان، فانت تاخد وقتك بتبص تجمع في دماغك الكومنت اللي هتقوله. ايدك بتعمل بالبيشن لحد ما تجمع في دماغك الكومنت اللي انت هتقوله. ما تتسرعش وتنسبكت بدل ما تبلبيت، او تبلبيت بدل ما تنسبكت، تضيع درجة السؤال، او تقعد تتلجلج وتقول الكلام مش راكب على بعضه علشان خاطر انت مخدتش وقتك على مجمع الكومنت. فانت بتمشي واحدة واحدة تجمع الكومنت بتاعك. نخش على اللجنة. انت دخلت الامتحان لقيت يقول لك سؤال اعمل انسبكشن لسويلنج، اعمل بالبيشن لسويلنج، اكزامن لينف نود سيرفايكال اكزيلري، اكزامينشن لالسر. الاكزيلري لينف نود احنا اتكلمنا عليها على الجروب، اللي هو تبدأ اللجنة بتاعتك عادي، وشفت في الفيديو ازاي تعمل بالبيشن. سيبك من الكومنت دلوقتي لان انت كده كده مش هتلاقي سويلنج، وخلصت الورقة دي على الجروب، وكذلك السيرفايكال موجود على الجروب. هنا بقى احنا هنكمل كلامنا عن ايه النهاردة، عن السويلنج والأزهر. انت دخلت اللجنة، دكتور قال لك اقرا السؤال، انت قريت السؤال يقول لك انسبكشن اوف سويلنج،
هتعمل ايه؟ هتبرق للسويلنج، ضيعت نص الدرجة منه. انت اول حاجة communication skills، ازيك يا حاج، انا دكتور مينا صفوت طبيب امتياز، لو سمحت هفحص الورم ده في وجود الدكتور، واي حاجة اتقال في اللجنة مش تطلع بره، تفحص المريض، تقف على يمينه وتعمل examination بتاعك. الليمف نود الاكزامينشن بتاعها وانت واقف قدام المريض او انت واقف وراه، ده البوزيشن الصح، فمش شرط تقف على يمينه في الاول، يعني تخش تقف قدامه وراه تفحص المريض. الاكسبوجر الليمف نود اللي هنا تعمل معاها اكسبوجر لحد النبل عشان تشوف السوبرا كلاف، لو في ثيرويد عشان تشوف لو في ريتروسترنال اكستنشن. فانت بتقول للدكتور لو بتفحص سيرفايكال المفروض بيعمل اكسبوجر للابر شيست. الاكزيلاري يعني تكون المريض لابس تيشيرت، تقول للدكتور لا لازم نعمل اكسبوجر بس عشان ما نكشفش المريض، هنفحص من فوق الهدوم يعني لو كان المريض قالع اصلا يعني بالاول، واغلب الوقت بيبقى بلبسه. خلصت الفحص بتاعك، لبس المريض هدومه تاني او لو في ملاية على المريض غطيه بيها واشكره. بعدين الدكتور يسألك ها يا ابني لقيت ايه، تقول له الكومنت بتاعك، لو في سويلنج ترص الكومنت بتاع انسبكشن او بتاع بالبيشن، لو الليمف نود تقول له يا دكتور انا ما حسيتش حاجه، يقول لك صح يا ابني مفيش حاجه. طيب هو الليمف نود انت لو حسيتها تحسها ليه؟ هي السبب الرئيسي اتنين كاتيجوري رئيسيين، ده في تيومر عمل لها سبريد او فيها تيومر اصلا يعني، وساعتها هتلاقيها انديوريتد ومفيش فيها تندر، او ممكن يكون سبب ان في انفكشن عملت سبريد للليمف نود بقت تندر، تحس انها سوفت مش بتبقى انديوريتد وتبقى موبايل، انما بتاعه التيومر تبقى اموبايل. بص على الجدول ده من نظري بس، ان ده اللي ممكن يجي فيه كلام في الليمف نود. نبدا بالسولينج، انت دخلت اللجنه مشيت على كل الخطوات اللي احنا محددينها هنا، وفي الاخر بقى عايز تقول كومنت للدكتور. الكومنت يبقى عباره عن 8 اس بس منهم 4 و4. الاربعه الاولانيين بنقولهم بسرعه ورا بعض، سايت سايز شيب سيرفيس، سايت سايز شيب سيرفيس، علشان نوضح الموضوع اكتر اكنك عايز توصف لحد مكتبه في شارع ماكسيم، تقول له المكتبه دي في اخر الشارع هتلاقيها على ايدك اليمين، ليها باب صغير والبيت بتاعها مش متمحر على طوب الاحمر. هو الراجل في دماغه ان يوصل لاخر الشارع يبص على يمينه لقى باب صغير والبيت على طوب الاحمر، هو ده نفس اللي انت هتعمله. يعني في سويلنج في اي منطقة لازم تقول للدكتور السويلنج مثلا موجود في الفور هيد حجمه، يفضل في الانسبكشن تقول له مثلا تشبيه قد الليمونة قد الزيتونة قد البرتقانة، لو قلت بالسنتيات مش مشكلة بس الافضل انك تقولها ريليشن لحاجة تقريبية. يعني الشيب بتاعه ممكن يكون راوندد او ممكن يكون بيضاوي اوفال ممكن يكون irregular، ده الشيب بتاعه. السيرفس فيه ممكن يكون سموث او نوديولار. نوديولار يعني انت هتحس انه عامل زي الطوب الاحمر بتاع البيت متقسم قطع كده، هو ليك صورة ليه بس قدام شوية. سموث دول 99% من اللي احنا هنشوفه. فعلشان تفتكر الاربعة الاولانيين اللي بتقولهم بسرعة سايد سايز شيب سيرفس، احنا مجمعينهم في وصف مبنى، انت عايز توصف مبنى لحد. نيجي بقى للاربعة التانيين اللي هو نشوف التيومر ده ليه اخوات ولا لأ. الاخوات اذر سويلنج ممكن يكون التيومر نفسه في مالتيبل زي اللايبوما، ممكن تبقى مالتيبل لايبوما او معاها اسوشيتد ليمف نودز. ليمف نود بقى كبيره بسبب ان التيومر ده عباره عن ابسس عمل انفكشن حواليه، او التيومر ده السويلنج ده اقصد السويلنج ممكن يكون ابسس عمل نقل انفكشن، او السويلنج ده تيومر عمل سبريد للدريننج ليمف نود، او عمل مشكله في السراوندنج ستراكشر. ايه بقى هي بقى السراوندنج ستراكشر؟ السكن هو يعتبر جزء من السراوندنج بس هنا حاطينه لوحده لان ده اكتر حاجه انت بتركز فيها بعينك. ده السويلنج بتاعنا، في فوق سكن تحته مصل وبون وحواليه الفان، الفان دول يعني دينو ارتر ونيرف. الرسمه دي خليها قدامك على طول عشان تفتكر ايه هي السراوندنج ستراكشر. السكن ممكن يكون شكله طبيعي مفيهوش اي تغيرات، وفي الحالة دي يبقى نورمال سكن. ما ينفعش تقول نورمال سكن وتسكت، لو سكن نورمال تقول له هو نورمال. ليه بقى نورمال؟ لان مفيهوش ومفيهوش ومفيهوش ومفيهوش. مفيهوش ايه بقى؟
خليها شوية مش دلوقتي، ما انت تشوف الصورة بعينك عشان تفهم ده انا النقطة دي. تاني حاجة surrounding structure بقى الفان، حاجة تشوفها بعينك، يعني ان مثلا السويلنج موجود في المنطقة دي وماشي وراه الفان طالعين على الايد. لو عمل obstruction للارتري هتلاقي ديستال ليه في اتروفيك تشينجز، زي مثلا الجلد بقى رقيق، الضافر بقى بريتل ومتكسر، حصل هنا فينوس اوبستراكشن يحصل اديما ورا تلاقي ايده منفخ، حصل افكشن للنيرف يقول لك مثلا هنا في مش عارف احرك ايدي او انا ما بقتش احس بايدي هنا او في تنميد، فده انت مش هتشوفه بعينك. بعينك هشوف ان في ديفورميتي بس في الحركه، ما تنساش ان هنا تبص بعينك بس ما تعملش حاجه بايدك. انما لما نيجي في البلبيشن هنشوف الارتري عن طريق تحس البلسيشن بتاعك، يعني مثلا سويلنج موجود في المنطقة هنا كده، انت تيجي تحس الديستال وراها الراديال بالسيشن تحسه بإيدك. انما في الانسبكشن شوف اتروفيك تشينجز، بالبالبيشن زي ما نقول قدام هتحس البالسيشن. المسل تقول للمريض حرك كده العضلة اللي فوق السويلنج، يعني لو سويلنج هنا تقول للمريض حرك العضلة دي. العضلة لما تعمل كونتراكشن هتأثر على حجم السويلنج، لو السويلنج سوبرفيشال هيبقى مور بروميننت، السويلنج جديد هيصغر في الحجم. هتلاقي مكتوب عندك في الورق ان السويلنج لو فوق العضلة هيزيد في الحجم، تحت العضلة هيصغر في الحجم. السبيشال ساين دي مفيش حاجة موجودة عليكم ليها علاقة بالسبيشال ساين، يعني التيومر هو عبارة عن حاجتين عموما ليهم علاقة بالحركة، بلسيشن ان تلاقي ان التيومر عمال يتحرك كده يطلع وينزل يطلع وينزل التيومر، او تقول للمريض كح تلاقي تيومر بلج، فله علاقه بالبلسيشن. البلسيشن ده اللي هو البلس العادي، يعني مع البلس بيكبر ويتحرك، هوريكم فيديو ليه للاخر. او المريض كح طلع امبلس وموفمنت ما ليها علاقه بالثيرويد، وانت مع الكوش ثيرويد ده تبع مديول الاندوكراين، اللي اقول لك الثيرويد لو فيها تيومر مع الديجلوتيشن او مع البلع يعني تلاقي التيومر بيتحرك. ثيروبروستال سيست ما يطلع لسانه بيقف طفل صغير كونجنتال انوميلي في طفل، لما يطلع لسانه تلاقي الثيرويد سيست طلعت ونزلت، هوريكم فيديو ليها في الاخر بس هنا مش مهم. نلخص دول تاني، في 8 اس، الاربعه الاولانيين سايد سايز شيب سيرفس. تيومر يا دكتور موجود في الفور هيد قد الليمونه، راوند اوفال ان شيب والسيرفس بتاعه سموث. التانيين بقى مجمعهم في قصه اللي هو التيومر واخواته، اللي هو اذر سويلنج اللي هو اخواته الليمف نود هم كذا واحد، عاملين مشاكل سبيشال، مشاكل اللي هم اثروا على السراوندنج ستراكشر، وسبيشال اللي هو سبيشال ساين هنا بلسيشن وموفمنت. في البلبيشن بقى تحط ايدك تضغط على السويلنج، شوف بقى بتضغط هناك ايه الساينز اللي ممكن تلاقيها سبيشال. فاحنا كده عرفنا سايد سايد شيب سيرفيس، تيومر واخواته عاملين مشاكل في السراوندنج مشاكل سبيشال. حلو كده، كده ده الفول كومنت بتاع انسبكشن. خد دي سكرين شوت او هتلاقيها نزلها لك في الهاند اوت، يعني مش مشكله. خش على اللي بعده، تطبيق بقى. لو احنا كنا قاعدين مع بعض في حصه اوفلاين كنت انت اللي هتطبق على طول، فهنا انا اللي هقول الكومنت على طول، وان شاء الله هحاول نظبط ميتنج نظبط فيها تاني مع بعض. دلوقتي انا دخلت لجنه الامتحان، لقيت الدكتور سؤال بيقول لي انسبكشن للسويلنج، وممكن تلاقي صوره وممكن تلاقي مريض، لان يعني الجراحه كتير بيبقى عباره عن صوره تعمل عليها الكومنت. السلام عليكم، ازيك يا حاج؟ انا دكتور مينا، طالب في الفرقه الثالثه. لو سمحت هفحص السويلنج بتاع حضرتك في وجود الدكتور، واي حاجه تتقال في اللجنه مش تطلع بره. لو سمحت انا عايز ابص بس على قفاك، اقف ورا المريض وبص، ممكن تكون واقف على جنبه يمينه بتبص، واقف وراه بتبص عشان تعمل انسبكشن كويس، والتنك تبرق كده و عمال تبص حواليه من كل ناحية وعامل فيها عامل فيها عامل فيها بقى، وتشوف الاكسبوجر مش محتاج تعمل اكسبوجر تاني. بص بقى هنا وانا بقول بقى، سويلنج في الباك اوف النك او ممكن تقول بوستيريور تريانجل، اورنج سايز، اوفال، سموث سيرفيس، there is no other swelling اللي هو single swelling، skin normal، ما ينفعش اقول normal هيقول no 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 ايه no abnormality تبقى موجودة لسه شوية على الحتة دي. surrounding structure الحوار بتاع ال
surrounding structure مش هيبان قوي في السويلنج اللي هنا، هيبان في السويلنج اللي موجود في الاكستريم سواء في الرجل او في الايد. تقول مثلا حرك ايدك تشوف العضل، هنا ممكن تقول له وطي رقبتك وتطلع تاني، رجع راسك لورا، اعمل رقبتك لقدام، اللي هو تعمل مصل اكشن بالعضلات الموجودة في الحتة دي. تلاقي حجمه بيتغير، في الحجم بيزيد بيقل، بس هو غالبا دي لايبوما يعني بيبقى سوبرفيشال. فحوار السراوندنج ستراكشر ما تركزش فيه قوي. سبيشال ساين تقول له نو بلسيشن ونو موفمنت، نو بلسيشن نو امبلس ان كف، نو موفمنت وذ ديجلوتيشن اور بروتروجن اوف التانج. يعني ده خزعبلات، تقول له نو سبيشال ساين وخلاص، ما تخشش في التفاصيل دي كلها، لان التفاصيل دي بعلاقة بالسويلنج اللي كان موجود قدام في الرقبه مش من اللي موجود ورا كده. انت قلت الكومنت، الدكتور يقول لك برافو عليك يا ابني، خش على اللي بعده. خش اللجنه اللي بعدها تلاقي برضو اللجنه السؤال التاني، لقوك شاطر في الانسبكشن، يلا خد يا ابني لجنه انسبكشن كمان اهي. دخلت خلصت الكوميونيكيشن سكيلز، وقفت ورا المريض وعملت اكسبوجر للمنطقه دي وبص عليها. هنا ده السباينال، ده الفيرتيبرال كولم اهو، وده الاندر بتاع المريض. فاحنا كده الباك لور ليفت، جزء من الباك lower left lesion of the back. نقول له comment هنا swelling on the left lower quarter of the back, lemon size, smooth surface, irregular in shape. other swelling هنا في حاجة ممكن تكون دي ليبوما، ممكن تكون دي ليبوما كمان. فلو انت شايف في الحقيقة الصورة دي ليبوما تقول له ان في 2 swelling، وفي السايز تقول اصغر واحد واكبر واحد، مثلا ده 2 في 2 وده 5 في 3، او قد الليمونه قد البرتقانه زي ما انت تقدر بعينك. ومش شرط تقولها دقيقه يعني، يعني مش شرط تقولها، لو هي 5 سم وانت قلتها 8 تمام يا سيدي، مفرقتش يعني، ده مش هيركز معاك في حاجه زي كده دلوقتي. overlying skin normal surrounding structure مش هنعرف نعلق عليها قوي كده. the special sign no pulsation، انت مش شايف ان فيها pulsation، قول للمريض كح كده no impulse of cough، لان في special تايبس اوف الهرنيا تظهر في المنطقه دي. فلو انت في البطن قول للمريض كح عشان تتاكد ان مفيش هرنيا. هرنيا اللي هو الفتاء، الفتاء من الكاركتر بتاعته ان يبقى فيه امبلس انقف. سبيشال ساين تقول نو بلسيشن نو امبلس انقف نو موفمنت. وانا مش عارف انا بجري ولا لا، بس وانا شايف ان الكلام ده بسيط مش محتاج تكرار قد كده، هو محتاج تشوف صور كتير وتجرب عليها. يعني لو انت تجرب توقف قبل الصورة الجاية، جرب وقف الفيديو واكتب الكومنت بإيدك وشوف انت هتكتبه صح ولا غلط من أول الصورة الجاية. شوف الصورة دي، اعمل بوز للفيديو وحلها. الحمد لله على السلامة، انت خلاص كتبت الكومنت بتاعك، شوف بقى انت قلته صح ولا غلط. ده swelling in front of the head above the right eye brow، حجمه صغير، اوليف سايز، اوفال ان شيب، سموث سيرفيس، نورمال سكين. ما ينفعش تقول نورمال، تقول نو 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 زي ما تعرف دلوقتي. سراوندنج ستراكشر نو افكشن اوف سراوندنج ستراكشر، تقول للمريض كح كده نو موفمنت نو بلسيشن نو امبلس اون كف. كده احنا خلصنا دوت. يلا لو انت عايز تجرب كمان مره في حاجة مميزة في الصورة دي، أقول لك أنا الكومنت يا سيدي. لو أنت أتمنى يعني أنت تكون وقفت الفيديو وحليته. نشوف الكومنت هنا، هنا السايت في هنا الباروتيد سليفري جلاند، ممكن تقول له في الباروتيد اريا أو بيلو الإير أو أندر ذا إير. هنا سويلنج دوت، سويلنج بيلو الليفت إير، ليمون سايز، الشيب بتاعه أوفال، السيرفس بتاعه هنا نودولار سيرفس، يعني انت شايف تحس انه مبسبس كده او عامل زي الطوب الاحمر كده، نودولار سيرفس. اظهر سويلنج، مفيش سويلنج تاني حواليها، انا مش شايف الليمف نود. السكين اللي عليها نورمال. افكشن اوف سراوندنج ستراكشر، ده ممكن يعمل افكشن للفيشال نيرف اللي هو العصب السابع عشان هو بيعدي في المنطقة دي. هل انت عارف في العصب السابع بتعمل له اكزامينيشن ازاي، او دي حاجة عليك اصلا دلوقتي؟ او مثلا في هنا ارتري معدي، الارتري هنا ممكن يعمل له يقفل يعني الارتري، يحصل هنا اتروفيك تشينجز، ميبقاش في بلسيشن في التمبرال ارتري. الكلام ده كله مش عليك عشان لو انت حد يعني عارف ان فيشل بيعدي من هنا او عارف تجربه مع حد، ما يفكرش ان ده ممكن يجي.
انا جايب الصوره دي علشان خاطر بس تعرف ان ده النودولار سيرفيس، والتفاصيل بتاعه الفان محدش هيركز عليها قوي معاك دلوقتي، بس يعني انا عايزك تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. فانت هنا خليك عبيط وقول له نو سراوندنج، نو افكشن للسراوندنج ستراكشر، او لو لقيت الشخص العصب السابع بتحس ان الحته ديت وقع لتحت مش عارف يفتح عينه، التجاعيد اللي هنا مش موجوده مش عارف يفتح عينه، بقه هنا الصلايفة نازلة منه، مفيش أي فيشال إكسبريشن في الحتة دي، ده العصب السابع بيبقى شكله عامل كده. فأنت لو لقيت الإبس لاترال أو نفس الناحية فيها أفكشن تقول له فيشال نيرف أفكشن، وده مش هتلاقيه في الامتحان يعني، بس أنا قلت أقولها لك. سبيشال ساين بقى تقول فيش بلسيشن، نو إمبلس، إنقاف، نو مش عارف إيه. خش على اللي بعده. الصورة دي بقى فيها كذا حاجة، هنا في كام سويلنج، ادي واحد اتنين تلاتة، ممكن يبقى فيه هنا كذا واحد. الجلد هنا محمر قوي قوي قوي، يعني فيه انفلاميشن، يبقى ده مش نورمال سكن. فهنا الحاجة المميزة مالتيبل في كذا واحد، والسكن فيه انفلاماتوري تشينجز، يعني انت تحس ان السكن في الحتة دي كده ممكن يكون بادئ يعمل ألسريشن كمان يعني، نعمل كومنت عليه. دول كذا واحد، فهقوله في الاول مالتيبل سويلنج موجودين فين؟ موجودين في اللاترال اسبكت وفي النك. اصغر واحد قولي في سايز او 2 في 2، اكبر واحد 7 في 8. الشيب ده ما غالبا راوندد او اوفال، تقول مثلا ريجولار ان شيب، لان مثلا دول عاملين لازقين في بعض فخليهم ريجولار ان شيب. There is multiple swelling قلتها في الاول، علشان وانا بقول الكومنت بتاع السايز هقول ان في 2 سايز، فانا قلت في الاول ان هم مالتيبل. اوفرلاينج سكن ده مش كويس بقى، ليه بقى؟ عشان في انفلاميشن ريد وانفلمد. فهنا بقى نقف ونشوف ايه هو الكومنت بتاع السكن. اول حاجه النورمال، تقول نورمال ليه؟ نورمال لان مفيهوش تغيرات. هنا ده الجلد كان طبيعي ان الجلد عامل كده، حصل سويلنج الجلد وسع فبقى ستريتشد، وممكن يكون حصل فيه بيجمنتيشن وفي دايليتد فينز قدامنا، فستريتشد بيجمنتيشن دايليتد فين. ممكن يكون في حاجة ليها علاقة بالجراحة، إن مثلا ده كان ورم، شلنا ورم قبل كده ورد تاني، فتلاقي فيه سكار بتاع سيرجري أو بيوبسي. أو بقى زي الصورة اللي فاتت في انفلاميشن ريدنس، إديما بتوع انفلاميشن، انفلاميشن زودت شوية عملت ألسر وعملت بساينس. فنجمع الكلام تاني، نورمال سكن خلاص تسكت وتجري؟ لأ مينفعش أجري، لأن السكن ده فيه تشينجز. إيه بقى التشينجز الموجودة؟ ممكن يكون stretched dilated vein pigmentation، أو عملنا فيها عملية قبل كده scar of previous operation أو biopsy، أو في التهابات، التهاب بيبقى edema و redness، عمل عندنا sinus و ulcer. not stretched no pigmentation or dilated vein، there is a scar of previous operation أو no scar. لو في inflammation هتقول في redness و edema وممكن تلاقي فيه ulceration. نرجع للصورة اللي فاتت تاني، نشوف ال surrounding structure. surrounding structure هنا مش هتعرف تجيبه أوي، فتقول no affection وتريح دماغك ال surrounding structure. وال special sign قول للمريض كح، ابلع ريقك، طلع لسانك، عشان ممكن وانت شاكك مثلا في منطقة النك من قدام اهو، فممكن تأمن نفسك. بعد ما تعمل الحاجات دي وتطلع نيجاتيف تقول له no pulsation، no impulse on cuff، واخر حاجه نو موفمنت، ده هو انت جلوتيشن او تحرك لسانك. ده الكومنت بتاع السكن. ادي صوره كمان اهي. المميز في الصوره دي ان في مالتيبل سويلنج، فانت تقول له مالتيبل سويلنج لاترال اسبكت اوف النك، السايز فارييتنج من 2 في 2 للحته الصغيره دي ل 5 في 5، السيرفيس بتاعها سموث، السكن نورمال سكن، نو نوت ستريتشد، نو بيجمنتيشن، نو حاجه كمان بنسيتها، نو دايليتد فين، ذير از نو ساين اوف انفلاميشن، نو ساين اوف بريفيوس سكار اور بايوبسي، نوت ألسريشن، نو اخر حاجه ساينس. فانت بتنفي الحاجات دي تجمعها في دماغك كذا مره لحد ما تقولها. انا بقول الحاجات دي واحده واحده، ان انا بحاول افتكرها ما اقعدش احفظها كل شويه، فده الطبيعي انت تقولها نو 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 واحده واحده كده.
علشان ما يبانش قدام الدكتور انك بتلقلق، فانت مركز مع الانسبكشن، مش باصص للدكتور، انت عامل انسبكشن فوكس، نو كذا نو كذا نو كذا، وتجمع كلامك بالراحه عشان ما يبانش قدام الدكتور انك داخل حافظ او انك متلجلج، لان الاوسكي في الاخر هو بيقيمك كدكتور، مش بيقيمك كانت مذاكر دحيح مش دحيح، كلم دكتور ولا لا. السبيشال ساين، قول للمريض كح، ابلع ريقك، نو بلسيشن، نو امبلس انقاف، نو موفمنت. ده مالتيبل سويلنج، ودول بقى اللي انا عايز اوريهم لك هنا. دوت الفيديو ده مثلا، ده بلسيشن، ده ابدومينال اورتيك انيوريزم، ده شكله عامل كده. وهنا الثيرويد بيبلع ريوش ويطلع لسانه اهو. الثيروبلوستال سيست بتتحرك اب اند داون اب اند داون. فاحنا دول شفنا اللي هي البلسيشن، وشفنا الموفمنت. امبلس انقاف ده بالونه ده عامله كده، قول للمريض كح، لا سويلنج طلع طرقع. ما علينا، فانا كنت جايب دي علشان اوريك بيها سويلنج عامل ازاي. شوف حاجه تانية هنا مثلا، دوت الماوس اهو، قول للمريض كح، لا سويلنج طلع، دي اللي هي امبلس انقاف، وديت مميزه قوي في الحالات بتاعت الهرني. ده مكانها مش هنا. تخش على اللي بعده، الفيديوهين دول ملهمش لازمة، نرميهم ورانا كده. خش على السؤال التاني المهم كده، نفتح الستارة ونخش على بالبيشن اوف سيرنج. بعد ما عرفت الانسبكشن، يعني انت ساعات بتشوف انسبكشن تقعد من بره، لقيت السؤال بالبيشن لأي حاجة، مد ايدك. انت عامل فيها دكتور وبتفحص بقى واحدة واحدة، مركز، مش عارف اصلا انت بتعمل ايه، وبتقول يا رب الصورة هيطلع الكومنت صح. فانت ساعة ما تشوف سؤال بالبيشن حط ايدك وربنا يستر في اللي بعد كده. خد وقتك في البالبيشن، انت كده كده ساعة تلمس السويلنج هتعرف تقول الكرايتيريا بتاعته عاملة ازاي، لان يبقى الموضوع واضح، يعني يبقى الموضوع سهل مش صعب. لكن انت بتطول في البالبيشن عشان تجمع في دماغك الكومنت، تقوله هادي راسي كده، حتى لو انت داخل حافظ الكومنت قوله بالراحة، متقعدش السماعة. واحدة واحدة تاخد نفسك، تتكلم هادي راسي كده زي ما انا بتكلم معاك، وانا بتكلم اللي هو مثلا انسبكشن ده سويلنج في اللاترال، بتكلم عن انسبكشن ده سويلنج في اللاترال اسبكت اوف كذا، عامل كذا في كذا، ايدك جنبك، ده انسبكشن في اللاترال اسبكت كذا في كذا، سنجل نورمال سكين، نو 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 كحه يا مريض كده، نو امبلس انقاف، نو بلسيشن، نو موفمنت، مش عارف ايه. ان الاوسكي انت وكاريزمتك بقى. نخش على الايتمز بتاعت البلديشن. اول اتنين بحرف التي، تمبريتشر وتندرنس. التمبريتشر بنفحصها ازاي؟ بظهر الايد، لان السنسيشن بالتمبريتشر في ظهر الايد بيبقى احسن من وش الايد. فانت بظهر ايدك تحط على سويلنج، سويلنج هنا، وتحط نفس الحته، او سويلنج وتحط الناحيه التانيه، فانت بتعمل تقارن الحراره نفس الناحيه والكونترالاترال هنا وهنا، يعني سويلنج هنا، شوفه مره فوقه مره قصاده. تندرنس تضغط بايدك كده، الحته دي وجعك، المريض يقول لك بطني وجعاني يا دكتور، او السويلنج هنا وجعني، تضغط عليه على طول، تقول له هي وجعك، واستنى المريض بقى يرد عليك. لا انت بتضغط، انت بتضغط كده وعينك في وش المريض عشان تشوف الفيشل اكسبريشن في بين فيها ولا لا. فاحنا كده خلصنا اول اتنين بحرف التي، تمبريتشر تندرنس. نخش على الاربعه اس، سايت سايز شيب سيرفس. السايت والسايز والشيب والسيرفس دول احنا قلناهم في الانسبكشن، ده بنأكد عليهم. بنأكد عليهم ازاي؟ انك بتمشي بايدك حوالين السويلنج كده، تشوف ان السايز بتاعه هو، لان ممكن يكون السويلنج دي اكستنشن مش باين، يعني السويلنج مش عباره عن الماس دي بس، هو مطلع فروع بس الفروع دي تحت الجلد مش باينه. فانت بتعمل بالبيشن كويس عشان تتاكد من السايز بتاعه والشيب، ممكن تكون شايف شكله شيب بس هو راوندد، هو من تحت عامل تفرعات الريجولار، فانت تقول لي الريجولار. تلمس السيرفس بتاعه عشان تتاكد انه سموث سيرفس، ممكن يكون نودولار بس النودولاريتي مش باينه على السكن، فانت بتعمل بايدك كده عشان تشوف السيرفس بتاعه عامل ازاي. طيب انت لو سؤال كان بيقول لك اعمل انسبكشن وبالبيشن، قلت في الانسبكشن انه سموث، جيت في البالبيشن ممكن تقول نودولار. اه عادي، انت تكتب فول كومنت ان خلال الانسبكشن ما كانش باين فيه النودولار، انما في عملت اكزامينشن بايدك في البلبيشن يعني لقيته، لا ده فيه نودولاريتي مش سموث زي ما كنت شايف من الاول،
في ناس بتقول لك كتب مساوي وخلي الانسبكشن قول عليه، او ان انت بتكتب يعني شيت قول الانسبكشن خليه نوديول وخلاص، بس انا ضد المدرسه دي. انت شفت في الانسبكشن انه سموث اكتب سموث، لقيت في البلبيشن نوديولار تكتب نوديولار، ما لاش الشغل ده يعني. اللي بعد كده سي اي، سي اي ده اللي هو الايدج والكونسيستنسي. الايدج عايز تشوف انت الايدج بتاعته واضحه ولا لا، انت تيجي بايدك وتمشي حوالين السويلنج تلاقي الايدج باينه قدامك، تقول اللي هي ويل ديفايند. لقيت الايدج مش عارف تميز بين السويلنج واللي حواليه تقول ال ديفايند. في كلمه اسمها سليبر ايدج، دي بتاعت الليبوما، انت اكيد حافظها في الام سي كيو وجات لك سؤال ام سي كيو قبل كده. يعني ايه سليبري؟ يعني انت وانت ماشي بايدك كده تلاقي ايدك تيجي تزحلق على الحفر، تزحلق كده. فدوت ايه، مش هتلاقيها، مش هتحسها، وقول ويل ديفايند وخلاص. انت عارف انها ليبوما، قول له سليبري زي ما تحب، بس يعني مش يحاسبك قوي على النقطه دي، على الكلمه دي بالذات. يعني نخش بقى على الكونسيستنسي. الكونسيستنسي انت عاوز تعرف السويلنج ده هو عباره عن سيستيك، يعني كيس فيه فلويد من جوه، ولا هو عباره عن تشو، سوليد تشو. يعني انت بايدك من الاول كده وانت بتفحص انت عرفت انه سوليد، يعني هو ده سوليد، مش فيش تحت ايدي اي حاجه تبين انه فلكتويشن. عشان توصف السوليد فانت تقول انه سوفت زي الاير، فيرم زي التيب اوف نوز، هارد زي الفور هيد. دول الحاجات اللي انت بتقيم على اساسهم السويلنج بتاعك السوليد، انهي سوليد فيهم يعني. طيب لو انت بتحس بايدك وحسيت ان لا هو بينضغط معايا كده شكله سيستك، ممكن تلخبط بين الليبوما برضو والسيستك، في سيستك سويلنج يعني. لان الليبوما في حاجه اسمها سودو فلكتويشن، انا هقول لك دلوقتي فلكتويشن تيست وبعدين اقول لك يعني ايه سودو فلكتويشن بعدها. هنا الصوره دي ده سويلنج، الدكتور حاطط صبعه هنا وحاطط الصباع التاني قصاده الناحيه التانيه، الاتنين قصاد بعض، يضغط بإيده دي ويحس الناحية التانية، ده المرة دي. وبعدين يحط صباع فوق وصباع تحت، يضغط بالصابع برضو ويحس بالتاني، تو بالبنديكولار ليفلز يعني المحورين، يعني كده ايديه يضغط بهنا ويحس بإيدي التانية، يجي من فوق وتحت، يضغط باللي فوق يسمع فيه، يعمل يلدنج، ينضغط تحت ايده يعني ويسمع في اللي تحت. فده اسمه فلكتويشن تيست. فلكتويشن تيست ده بنعمله لو كان السويلنج اكبر من 2 سم، يعني لو السويلنج اكتر من 2 سم نعمل فلكتويشن، اصغر من 2 سم نعمل حاجه اسمها باجيت تيست. انا قلت لك من شويه كلمه اسمها سودو فلكتويشن، احنا قلنا بنعمل مره هوريزونتال ومره فيرتيكال. هتلاقي السودو فلكتويشن بيتحرك على ناحيه ومش بيتحرك على التانية، ليه بقى؟ عشان دي الليبوما، دي كرايتيريا في الليبوما، فبنعمل فلكتويشن تيست عشان نأكد انه سيستك، او لو سيستك يعمله خلاص يعني مش هيضر. فاحنا كده عرفنا يعني ايه فلكتويشن تيست، وعرفنا بيتعمل ازاي، تو بنديكولار بلينز، تعمل بتضغط هنا تحس بيلدنج الناحية التانية، تضغط من هنا تعمل من كده. باجيت تيست بقى عامل ازاي؟ باجيت تيست ده سويلنج صغير اقل من 2 سم تمسكه بايدك، فانت مسكت السويلنج في ايدك تضغط مرة في النص ومرة على الطرف، مرة في النص مرة على الطرف. انت ضغطت في النص ولقيته بينضغط تحت ايدك يبقى ده خلاص سيستك. طيب لو انت بتضغط كده ما بينضغطش معاك ده خلاص بقى يبقى كده سوليد. بتضغط على الطرف في السوليد الطرف بيبقى طري، في السيستك السنتر، فانت السي سيستك السنتر، الاتنين دول ليهم علاقة ببعض. سيبك من التانية، انت تضغط كده في النص ماسك السويلنج بإيدك كويس وتضغط عليه كده، لقيته بيلد تحت ايدك او صفص تحت ايدك كده، هو ال budget test يعني. كده انت عرفت يعني ايه fluctuation يعني ايه budget. نجيب تاني من الاول، 2T temperature tenderness، تضغط البالم او بكف ايدك وانت عينك او انت عينك على وش المريض لقيت فيه tenderness ولا لا، ظهر ايدك تقارن حتة جنبها وتقارن الناحية التانية contralateral ما فيش فيها سخونية، ان لو ابسس بيبقى دافي غالبا. وبعدين تعلق على 4S، سايز سايز شيب سيرفيس، وبعدين ايدج وكونسيستنسي،
consistency لو solid توصفها ثلاثة: soft زي ال ear lobule، firm زي النوز، hard زي ال forehead. لو cystic بنعمل فيها fluctuation test لو أكتر من 2 سنتي، و budget test لو أقل من 2 سنتي. fluctuation test تضغط تحس بالناحية دي، الناحية دي ثابتة، تضغط تحس بيها من فوق، تضغط وتحس بيها. budget test لو swelling صغير تمسكه في إيدك تضغط على السنتر بتاعه. transillumination test دوت حاجة بتتعمل علشان خاطر تشوف لو في كيس فيه كلير فلويد، عايز تتأكد انه كلير. هنا السويلنج اهو، بضرب بكشاف من الناحية دي زي الصورة دي، ادي السويلنج، بضرب بكشاف من الناحية دي واجيب ورقة اعملها زي انبوبة ابص منها، لو النور الكيس نور يبقى ده كلير فلويد. لازم يكون الجلد رقيق، ده هيبان اكتر في الاطفال لو في هيدروسيل. هيدروسيل يعني السكروتال فيه فري فلويد، لان اطفال جلدهم ريق والهيدروسيل كلير فلويد، فانت هتشوف. عموما انت مالكش اي حاجه في الكتاب ما جابش سيره ترانس اليومينيشن، بس انا قلت احطه باب الاحتياط وعرفنا الايدج. نيجي بعد كده هتلاقي فيه السويلنج واخواته عاملين مشاكل سبيشال. سويلنج واخواته لو نشوف الليمف نود او مالتيبل سويلنج عامل مشاكل سبيشال. عامل مشاكل سبيشال في ايه؟ في السويلنج الموجود هنا، عامل مشكلة فوقه في السكن، تحته في البون والمصل، او مؤثر على الفان اللي حواليه. السويلنج الموجود في الحتة دي وده السكن اللي فوق. عايز تعرف هو عمل انفيجن للسكن ولا لأ، تعمل له بنشنج، تشد السكن كده تلاقيه بيطلع في ايدك، دوت اسمه بنشنج. ده شفت اللي فوقه السكن. السويلنج برضو موجود في نفس الحتة، بس المرة دي موجود قدام وفي نيرفات معدية وارتريهات معدية. عايز تعمل اكزامينشن ديستال للفان بقى، لقيت ايده مورمة او رجله بالذات مورمة فيها اديمة، وتعمل اكزامينشن للاديمة في رجله. ده عامل ديستال افكشن، ده لو فين حصل فيه اوبستراكشن بيعمل اديمة. طب لو الارتري سويلنج هنا اثر على الارتري، شوف الديستال بلسيشن. الديستال بلسيشن هنا كده، حاسس ارتريال ولا حاسس ارتريال بلسيشن ولا مش حاسس؟ فالارتري اتقفل في عمل فوق وديستال اتروفيك تشينجز، عرفناه في الانسبكشن، او هنا عشان نتاكد نعمل بلسيشن. والنيرف قول له افتح ايدك، اقفل ايدك، حاسس بالحركه هنا ولا لا، حاسس مش حاسس كده، ده اللي هو تشوف النيرف عمل افكشن ولا لا، في ديفورميتي معين يعني، وفي افكشن للسنسيشن ولا لا. السويلنج بقى في حاجة بتتقال على السويلنج هنا، شوفوا بيتحرك ولا لأ. دوت السويلنج موجود في عضلة موجودة هنا، السويلنج يعني السويلنج عايزين نحركه، بيتحرك يمين وشمال وبيتحرك فوق وتحت، ده العضلة ريلاكسد. جينا نعمل كونتراكشن للعضلة لأنها مبقاش تتحرك فوق وتحت، يعني فوق وتحت مش راضي يتحرك، يمين وشمال بيتحرك، ده سويلنج ماسك في عضلة. ليه؟ لأن العضلة ريلاكسد ممكن يطلع ينزل يمين شمال، العضلة عملت كونتراكشن بقى في تنشن عليه بيتحرك يمين وشمال، بس مفيش حركة فوق وتحت، ده كده السويلنج. طيب في حاجة أخيرة بس هي مش عليكم في الكتاب، بس أنا عايز أقولها لكم عشان تبقى واضحة بالنسبة لكم. هنا ده سويلنج ودوت نيرف. النيرف على طول بيبقى ليه طول ثابت، مش زي العضلة يعني بيعمل كونتراكشن وريلاكسيشن. فهو السويلنج بيتحرك يمين وشمال على الباسوي، ده الباسوي بتاع النيرف، بيتحرك يمين وشمال عمودي عليه، انما فوق وتحت في نفس الاتجاه ده مش موجود. فده اكزامينشن سويلنج قلت اقوله بالتفاصيل بتاعت اكزامينشن بتاعت البالبيشن بتاع سويلنج، وده هي عليكم هي عليكم، بس يعني مش هركز معاك قوي في التفاصيل بتاعتها قوي. فانت بتقول ايه بقى الكومنت بتاعك هنا؟ no affection of the surrounding structure، نتأكد منها. skin benching، في skin benching. artery distal pulsation موجود. الفين sensation كويس ومفيش اديمة، كده خلصت الفان. المصل تقوله كده استنى يا حاج، ريح ريح ايدك، ريح ايدك، تعمل examination. بعدين تقول له اعمل لي contraction في المصل، زي مثلا لو هنا موجود مثلا سويلنج موجود هنا وعايز تعمل كونتراكشن في المصر، يرفع كتفه لفوق كده عشان يشغل العضلات الموجودة في المنطقة دي. ف
فالمهم انت على حسب المكان خليه يعمل اكشن للمصل اللي موجوده في الحته دي. عملت اكشن للمصل وجيت احرك، لا مبقاش يتحرك معاك تاني، فانت كده عرفت السويلنج وعلاقته بالمصل. تاني نجمع الكلام، دخلت اللجنه بتاع البالبيشن، تضغط بايدك، يا حاج بيوجعك وعينك على وشه، مش عينك مش على السويلنج وانت بتضغط، عينك على وش المريض، تضغط كده وعينك على وش المريض، ما فيش تندرنس، في سخونيه، تقارن بين السخونيه، سايد شيب سيرفيس كونتين الاتش، لف حواليه تقول له ويل ديفايند ولا ال ديفايند اتش، كونسيستنسي سوليد بالثلاث احتمالات بتاعتها، سوفت نعمل التستين، اكبر من 2 سم ولا اقل من 2 سم، اكتر من 2 سم، دوت عباره عن فلكتويشن تيست، ثبت ايد تضغط ده تحس، تضغط ودي تحس. الباجيت تيست، قافش السويلنج في ايدك وبتضغط عليه. نخش على السويلنج واخواته اللي عاملين مشكلة سبيشال، هل في لينف نود؟ لا مفيش. اخواته بيعملوا ايه؟ بيعملوا فان وسكين ومصل، سكين بنشنج، فان اديما بلسيشن ديفورميتي او لوس اوف السنسيشن. المصل والبون عرفناه، جميل جميل. نخش على اللي بعده، اللي بعده بقى السبيشال ساين. السبيشال ساين انا كنت جايب الجلافز ونفخه عشان اوضح لكم الحته دي كويس، بس الحمد لله يعني في 3 جلافزات في الاول لحد دلوقتي ومش عارف اشتري بالونه. فاحنا نعتبر ان الماوس بقى هو سويلنج. البلسيشن يعني تلاقي في موفمنت زي ما قلت لك من الفيديو اللي انا وريته لك من شويه. يقول لك بقى انت لازم تفرق لي هل البلسيشن ده جاي من الارتري نفسه، يعني ده الارتري هو اللي فيه بلسيشن انيوريزم يعني هو اللي بيكبر وينزل، ولا الارتري بيزق مثلا هيماتوما جنبه يحرك الهيماتوما. ده بقى هنعرفه ازاي؟ هنعرفه عن حاجه بسيطه، ان احنا بنحط صباعنا كده. لو السويلنج بتاعنا عباره عن انيوريزم تلاقي ايدك بتتحرك لبره، ايدك بتتحرك لبره كده. طيب لو بيحرك هيماتوما، ايدك تطلع وتنزل، صباعينك هيطلعوا ينزلوا مع الهيماتوما كده. فيقول لك تجيب صباعينك تحطهم على السويلنج، لو بيتحركوا لفوق ده كده هيماتوما بتزقك، اتحركوا بعيد عن بعض ده كده انيوريزم، يطلع وينزل يطلع وينزل، فده كده البلسيشن. بمناسبة البلسيشن والدم، ففي فين برضه ممكن يكون موجود عندنا، ده سويلنج، حط ايدك عليه كده تحس ان دم بيجري تحت ايدك، فلويد بيجري تحت ايدك، ده ممكن يكون انيوريزم او في اي في فيستولا، يعني فين ماشي مع فتح ارتري فتح على فين والدم بيجري من الارتري للفين. حلو جميل، انت كده عرفت البلسيشن وعرفت تحط صباعين عشان تشوف ده البلسيشن ده اللي تحت ايدك انيوريزم ولا هيماتوما مثلا مسمع فيها ان هو انيوريزم، يعني البلسيشن طلع اكسبانشن للارتري وول ذات نفسه، انما لو مع نفس الاتجاه وطالع من هيماتوما بتاع عليه ترانسميتد اكسبانشن، يبعتهم عن بعض ترانسميتد يحرك كده. بس نيجي بقى لاخر حاجه اللي هي الريديوسابيليتي والكومبريسابيليتي والامبلس انقف. انت تقول للمريض كح يا مريض، المريض كح سويلنج طلع، ده كده في امبلس انقف. اشهر حاجه هيرنيا، فكك من الكلام المكتوب قدامك ده، احفظ هيرنيا وخلاص، مفيش سويلنج، المريض كح طلع له سويلنج، ده يتقال عليها امبلس انقف. طيب ايه بقى الريديوسابيليتي والكومبريسابيليتي والفرق بينهم؟ ده سويلنج موجود، ضغطت على السويلنج نزل، بتشيل ايدك لقيت السويلنج طلع معاك تاني ما عادش تحت، يبقى كده اسمه كومبريسابل. كومبريسابل يعني ايه؟ تضغط عليه ينزل، ساعة ما تشيل ايدك يطلع تاني، ده مثلا يبقى عبارة عن هيمنجيوما. هيمنجيوما يعني كيس فيه دم، دايليتد فين مثلا او دايليتد كابيلاريز، يعني هيمنجيوما اعتبره كيس فيه دم، تضغط عليه يختفي، تشيل ايدك يطلع على طول. انما لو انت ضغطت عليه ونزل وما طلعش تاني، ده كده يتقال عليه ريديوسابل. ريديوسابل دي من علامات الهرمي، تقول للمريض كح او احزق تلاقيه طلع لك تاني. فاحنا كده عرفنا يعني ايه بلسيشن، ممكن تكون اكسبانسايل بلسيشن بتاعت انيوريزم، او ترانسميتد ديت جايه من هيماتوما جنبه،
او في حاجات في الابدومين مش هتكلم فيها علشان نخش في تفاصيل ملهاش لازمه وتتوهكوا اكتر. فاحنا كده عرفنا الفرق بين الاثنين. هل انت هتلاقي سويلنج في بلسيشن اصلا؟ لا، فانت تقول له نسبة بشر ساين وترسم له نو بلسيشن، تحط ايدك نو في ثريل او نو ثريل، قول للمريض كح نو امبلس اون كف، تضغط عليه نو كومبرسابيلتي نو ريدوسابيلتي. فانت بتقولها ككومنت فكك من حوار البلسيشن ده، كده كده مش هيجيب لك انيوريزم، مريض بانيوريزم اصلا. فهمت الدنيا عامله ازاي؟ جميل، دوت مثال لسويلنج نتكلم عليه بقى. وقف الفيديو، حاول تكتب كومنت. دخلت على المريض، السلام عليكم، ازيك يا حاج، انا دكتور مينا صفوة، طبيب امتياز مستشفيات جامعة المنوفية، لو سمحت هفحص بس الورم اللي في وش حضرتك ده في وجود الدكتور، اي حاجة هتتقال في اللجنة مش هتدفع بره. السويلنج في الفور هيد، فانا هقف قدام المريض عادي بقى اعمل اكزامينيشن للسويلنج. فانا بعمل اكزامينيشن، زي ما قلت لك ساعات بتلاقي بالبيشن مد ايدك، فانا بعمل كده لقيت المريض بيغمض عينه، فانت عرفت ان تندرنس. اسال المريض اتاكد من وجعك، يقول لك اه ان في فيشل اكسبريشن ان هو بيتوجع. طيب عايز تشوف في بقى سخونيه ولا لا؟ ايدك هنا، شوف الناحيه التانيه، ايدك هنا وتشوف تحت نو تمبريتشر. وانت بتعمل بيه بايدك كده عشان تتاكد من السايد في اكستنشن ولا لا، تاكد بقى السايد في الفرونت اوف الهيد above the right eye 4 في 4 سنتي سموث سيرفيس سايز سايد سايز سايد شيب سيرفيس اه الشيب بتاعه اوفر انش. تقول في سرك كده وانت ايدك شغاله عشان خاطر ما تنساش حاجه، تمبريتشر وتندرنس، تندرنس تمبريتشر سايز سايد شيب سيرفيس. ماشي بايدك على الايدج بتاعته، ده ويل ديفايند ايدج. حسيته تحت ايدك ده انا شاكك هو سوفت ولا سوليد ولا مش سوليد، هو مثلا حجمه صغير اقل من 2 سم. وقف السويلنج بايدك، اضغط عليه كده في النص، هتلاقي فيه سيستك، هتلاقي مفيش مش بينضغط معاك يعني، عشان ده غالبا ليبوما فهي مش تنضغط معاك، او تعمل فلكتويشن. ايدك دي ثابته دي زق عليها، ايدك دي ثابته دي زق عليها كده، ده اسمه فلكتويشن تيست، عشان تقول له ده سوليد وسوفت زي الاير لوبيول. تشوف بقى سويلنج واخواته عاملين مشاكل سبيشال هنا في الفيس، قول له نشوف السيرفايكا، نشوف السيرفايكا الليمف نود كده، هنا مفيش بري اوريكولار بوست اوريكولار، نفحص الليمف نود حاجه اسمها رولينج ميثود، يعني تعمل بايدك كده، نعمل بقى هنا سب منتال سب مانتيبولار على الناحيتين مفيهاش حاجه، بري اوريكولار بوست اوريكولار الورق اوكسيبيتال، دول كلهم مفهومش اي حاجه. انا كده نو اذر سويلنج، عاملين مشاكل، اعمل بنشنج للسكن، سكن كويس، الفان لا مفيش افكشن، الماسل مفيش ماسل هنا، فتقول نو افكشن للسراوندنج ستراكشر. مشاكل سبيشال، حط ايدك عليها كده، نو بلسيشن نو ثريل، كح يا مريض نو امبلس اون كف، انت بتضغط بقى كده بايدك نوت كومبريسابل نوت ريديوسابل. فاحنا كده عرفنا فول كومنت بتاعك كوميونيكيشن سكيلز في الاول، لو انت بتعمل لينف نود اكزامينشن اقف قدام المريض اقف وراه وثبت راس المريض او ثبت دراعه زي ما احنا قلنا قبل كده، لو هتعمل لينف نود السويلنج ده عباره عن لينف نود فدي طريقه يعني. طب انت هتفرق ازاي بقى سويلنج ده لينف نود ولا مش لينف نود؟ عن طريق الاناتوميكال سايت، اي حاجه هنا كده فانت شاكك نسبة 50% انها ممكن تكون سيرفايكال لينف نود لينفادينو بس. بتعمل لها اكزامنيشن ازاي؟ تخلي المريض يريح راسه شوية وتعمل اكزامنيشن من قدام او من ورا. في الاكزيلا شاكك انها اكزيلا لينف نود، تعلق تسند دراع المريض وتخش بايدك في الاكزيلا تعمل اكزامنيشن للولز بتاعتها كلها. حلو كده يا شباب، جميل خالص كده، احنا عرفنا ازاي نعمل بالبيشن لسويلنج، عرفنا ازاي نعمل انسبكشن، وازاي نعمل التفاصيل دي كلها. الصورة دي انا مش هقول حاجة عليها، لما نبقى مع بعضينا كده في ميدينج او على الجروب نبقى نظبط مع بعض الكومنت بتاعها. نخش على الالسر.
الألسر احنا كنا اتكلمنا عليها في النظري، ان الألسر دي عبارة عن ايه؟ الألسر دي عبارة عن ان السكين بتاعنا حصل فيه loss of continuity of the skin، بقى فيه حتة فاضية كده. الألسر دي عبارة عن حاجة شايفينها قدامنا، ده الفلور، الفلور ده اللي هو لونه أحمر، في الإيدج هنا سينوزد شوية، حوالين الإيدج في جزء اللي هو بالأخضر ده السكن، ممكن يكون مثلا انفليمد أو في أي مشكلة، ده اتقال عليه المارجن. وبعدين بقى النورمال سكن اللي حواليه، تحت السكن تحت الحتة الحمراء دي اللي باللون الأسود دي اسمها البيز. انا بفكركم بس بالاناتومي بتاع الالسر عشان خاطر هنقول الكومنت، الكومنت بتاعها زي كومنت السولينج، سايز سايت شيب سيرفيس اوفر لايك سكين. نشوف بقى في افكشن لباقي الحاجات ولا لا، في سبيشال ساين موجوده، مش هتلاقي هنا في سبيشال ساين. لينف نود لو هي الالسر موجوده في التانج او موجوده الناحيه دي، شوف مثلا السيرفايكال لينف نود فيها افكشن ولا لا، سبيشال ساين مفيش. السراونتنج اللي حواليها غالبا مش هتلاقي عاملة انفيجن او مؤثرة على اي حاجة، الا مثلا لو مالجننت جاية في الباروتيد هتأثر على الفيشال نيرف وتأثر على ده، الكلام ده مش تبعكم دلوقتي بس يعني للعلم بالشيء. فاحنا هنقول بقى كومنت ازاي سايت ان الالسر دي، دي ايدز باك اوف الدورزم، دورزم اوف الهاند، 3 في 3، الشيب بتاعها اوفال ريجولار، سكين اوفرلاينج بقى مكان السيرفس والسكين هنحط الحاجات اللي احنا قلنا عليها، الفلور والإيدج والمارجن والستشارج. الفلور هنا ده شكله كده جرانيوليشن تيشو، أو ممكن يكون الفلور أن هيلث، فأنت تقول الفلور ده حلو ولا مش حلو. غالبا الألسر هتيجي صورة ويقول لك انسبكت عليه، فأنت تقول له الفلور يعني جرانيوليشن تيشو وخلاص. الإيدج اللي هي الحتة البنفسجي دي تقول له مثلا دي سينوزد ولا لأ، بص عليها من فوق شايف هنا تقول سينوزد أو لأ. المارجن تقول له انفليمد او نورمال انفليمد وخلاص، ان غالبا بيبقى انفليمد. والستشارج لو انت لقيت في بص موجود هنا او في كلوتينج دم مجلط موجود عليه. فاحنا ماشيين سايت سايز شيب حاجات دي بتاع الالسر، فلور والايدج والمارجن والستشارج، اذر سويلنج الليمف نود، وفي سراوندنج ستراكشر افكشن ولا لا. حلو جميل، نخش على الالسر دي ونقول الفول كومنت. ديت ألسر موجودة في الميديال أسبكت وفي الأنكل، الريجولار إيدج 5 سنتي في 4 سنتي، الفلور بتاعه جرانيوليشن تيشو، الإيدج نو سيانوزس، انفليمد مارجن، الليمف نود بنفحص الفيمورال فوق الدرينج، دي الفيمورال موجودة فوق ممكن تفحصها وممكن تقول لأ، نو أذر سويلنج لوكال يعني وخلاص، no affection في surrounding structure، no special sign. ده الكومنت بتاع الانسبكشن بتاع الالسر، مفيش فيه اي حاجه، هو نفس الكومنت بتاعنا. طيب المشكله ممكن تبقى في ايه؟ المشكله ان الدكتور هو بيتكلم على المارجن او هو بيتكلم على الايدج، اقصد الايدج. الايدج بقى ليه تفاصيل كتيره بقى، اللي هو ممكن يقول بانشد اوت، انا كنت اتلخبطت في الحته دي ما علقتش عليها في الاول، ممكن يكون بانشد يعني عامل كده، او سلوبنج عامل كده، او inverted لبره، او undermined. اثر هنا ده undermined بتاع التي بي، فانت تقرا ده بس من الورق على السريع كده، ان كل شكل يقول لك ايه اشكال الايدج مثلا، تقول له 4 التفاصيل بتاعته. انا بعت لكم الورق على الجروب عشان انا كنت منسقها بشكل حلو، تقراها قرايه على السريع كده ما تتعبش نفسك في اي حاجه يعني. وبس يا سيدي كده احنا خلصنا الانسبكشن بتاع الاثر. ديت ألسر تانية، ابعت لي الكومنت بتاعها كامل بقى، يقول له بقى سايز سايد شيب سيرفيس فلور ايدج مارجن ستشارج اذر سويلنج، في الاخر نو سراوند نو افكشن اوف سراوندنج ستراكشر ونو سبيشال ساين. البلبيشن بتاع الألسر هو زيه زي البلبيشن العادي، بس الألسر بتبقى غالبا تندر، فانت او ممكن تلمس ألسر تنقل انفكشن ليه، فيفضل ان الألسر في السايز والسايت والشيب والسيرفيس تعملهم تكنسلهم من هنا، ده تبع انسبكشن، فالبلبيشن مش موجود. انما انت عايز تشوف التمبريتشر، حاول تلمسها بظهر ايدك كده بالراحه تشوف هي سخنه ولا لا، لو سخنه ممكن يكون في ابسس تحتها، ودي ساينس الابسس فاتح بيها او عمل نكروزس للسكن والابسس فاتح. والتندرنس تخش على وش المريض، لو هي اكيوت تبقى فيها تندر. البيس بقى دي اللي انا كنت مشاور لك عليها من شويه، كانت الحته السوداء اللي تحت دي الالسر.
توصل للبيز تضغط عليها من حواليها من بره كده عشان تشوف البيز. البيز دي ممكن تكون فايبروزد مثلا، تقول عليها انديوريتد. تحاول تحرك البيز تتحرك معاك او ما تتحركش. معناه ايه بقى الكلام ده؟ معناه ان البيز لو كانت انديوريتد ده حاجة من الاتنين، لانها مالجنانت، لاما كانت ألسر كرونيك عملت فايبروز. وكذلك الموبيليتي ممكن ما بتتحركش عشان مالجنانت، ممكن ما بتتحركش عشان خاطر في فايبروز. فدي تعتبر باد ساين، باد ساين ان في احتمال بنسبة اكبر انها تبقى مالجنانت. ففي الحالات اللي زي دي الدكتور بيقول لك يعني ايه، مش هتناقش معاك فيها كتير. انت بتعمل الاكزامينيشن تقول له نو انديوريشن في البيز، تقول له موبايل والكونسيستنسي بتاعتها ده اللي هو فيها انديوريشن ولا لا، مش هيركز معاك قوي في الحته دي. بس انا قلت لك بتعمل ازاي. بس الكليه عندنا ما كانش فيه ماكيتات للالسر، هو مش هيجيب لك مريض ليه السر تقعد تفعص فيها. فيها هتبقى صوره وتقول عليها انسبكشن، البلبيشن مش هيجي قد كده يعني. بس ممكن يناقشك يقول لك مثلا قول لي باد ساين، تقول له ان البيز تكون انديوريتد او البيز تكون فيكسد نوت موبايل. السراوندنج ستراكشر اللي هم سكن والبون والفان. الفان بقى تفحص ديستال تشوف فيه اديما، في افكشن للسنسيشن او افكشن للموفمنت او كده. وبس يا سيدي اخر حاجه بقى الريجنال ليمف نود. الليمف نود قلنا بنعمل لها اكزامينشن عن طريق رولينج، يعني هرج ايده كده علشان خاطر شوف فيه الليمف نود يحسها ولا لا. حسيت الليمف نود قول عليها الكومنت بتاع الليمف نود اللي كان مكتوب قبل كده، ابعته لك على الجروب تاني. هل موبايل ولا مش موبايل، فيكسد ولا مش فيكسد، تندر ولا مش تندر، هل الليمف نودز ماسكه في بعضها وعامله ماس ولا لا. دي التفاصيل بتاعتها. ثانك يو. كده احنا خلصنا الجراحه والاسره ونص البطنه. ابعت لكم على الجروب يعني مع بعض على الجروب بقى كده لو في اي حاجه نعملها يعني. وبس يا شباب ان شاء الله بكره هشوف الحصه، هيبقى في حصه ميتنج يعني نكمل فيها البطنه وندردش فيها شويه مع بعض عن الامتحان، نقعد نطبق شويه نشوف الدنيا هتمشي ازاي يعني. انا بعتذر لو في مقصر معاكم في حاجه او اتاخر لكم في الرد او اي حاجه، انا بحاول على قد ما اقدر اسهل الدنيا معاكم. وبس كده يا شباب، ألف شكر لكم، سلام.